كانت البداية. دخلت يعني عالم العرايس، بس ما كانش فيه يعني زي ما تقولي قرار ان انا اكمل في العرايس او كده. كنت بحب التمثيل اكتر، عايز اعمل مسرح شارع بالاساس. وفعلا الفرقة دي اشتغلنا على مدار 10 سنين، يعني بشتغل في العرايس من تقريبا 9 سنين او 10 سنين وكده، ولغاية دلوقتي ما زهقتش. يعني قصدي اقول حسيت انه هو ده، انا زي ما اصحابي بيقولوا لي يعني انت لقيت نفسك. ومن هنا ابتدت الفكرة انه مش بس هتبقى ممثل او صانع عرايس ليك لنفسك وخلاص، بس ازاي نحاول على قد ما نقدر ندي الخبرة دي لاخرين عايزين يشتغلوا في المجال او للاطفال نفسهم، يعني نعلم الاطفال ازاي يعملوا عرايس. جربت عروض بالعرايس في الشارع وكده، بس وقت العرض نفسه انا ما بقدرش احسب ردود الافعال، لاني فعلا ببقى مركز جوه العروسه وحاول عشان ما اخرجش بره المود. لكن بعد العرض بشوف الناس، يعني رغم ان انا احيانا كنت متخيل مثلا مع زيزي ممكن بعد العرض الناس تبتدي تتعلق او تتريق او كده، بلاقي رد فعل مختلف خالص. يعني الناس تخبط على كتفك كده كانك يعني عملت حاجه عظيمه يعني. وده في حد ذاته ظريف، انه فكرة انه الفن يرجع تاني في الشارع، انا يعني احب ده واحب ابقى جزء من الموضوع ده. اول عروسة عملتها وعرضت بيها وكانت يعني اللي هي خدت وقت ومخمخة ومجهود وكده، احنا بنتكلم عن زيزي الرقاصة اللي هي يعني زي ما بقول دايما هي اللي جايبه لي الكلام عشان الرقاصة. فهي طبعا طبيعي يعني انت بتاع ماريونيت فين الرقاصه؟ عملت الرقاصه. غير كده في طبعا العرايس اللي بعرض بيها اللي هم مستر صفيحه وزيزي وفلان، لانه هم برضو خد وقت طويل ومجهود وبحث في العمايل. فانا فعلا حاسس ان انا لقيت نفسي في العرايس، لان هي في الاخر هي بتحقق لي كل اللي بدور عليه. الشغل بالايد موجود، عدد بقى واختراعات وحاجات مني بموت فيها، مسرح وجمهور بالنسبة لي دي أحسن حاجة في الدنيا، إنه الواحد يبقى واقف على مسرح ويستقبل رد فعل الجمهور في ساعتها. فبالنسبة لي كده زي الفل. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world.